2012 بعد عام حافل بالتضحية والنضال والاصطفاف في وجه التسلط وكثير من المعطيات التي تؤكد خلاص اليمنيين من حكم الفرد المستبد. الزميل بلال الصبري رصد لنا جانبا من محطات العام 2011. تودع الشعوب العربية عام 2011 عام الربيع العربي الذي تمكنت فيه أربع ثورات عربية من الإطاحة ببن علي ومبارك والقذافي وصالح في اليمن، وبعد 33 عاما من النظام الاستبدادي الأسري الذي استولى على كل شيء، ناضل اليمنيون خلال 2011 بترحيل صالح ومعاونيه عن السلطة. 12 شهرا واجه خلالها اليمنيون قوة صالح الفتاكة التي دخلت فيها المدافع والصواريخ، لكنهم واصلوا صمودهم حتى الإطاحة بنظام دكتاتوري الفساد والتخلف. يناير الهبة الشعبية، يعتبر شهر يناير هو شعلة الثورة اليمنية التي بدأت الهبة الشعبية فيه تمهيدا للثورة. يعتبر شهر فبراير هو شهر انطلاق الثورة السلمية الشعبية في اليمن، ففيه تم إنشاء ساحات الحرية والتغيير، وفيه بدأ مسلسل الاعتداء على ساحة الثورة في مختلف المدن، مما أدى سقوط شهداء وجرحى في كل من عدن وتعز وصنعاء وغيرها. شهر مارس كان من أكثر الأشهر دموية، ففي 18 منه حدثت مجزرة جمعة الكرامة وسقط 57 شهيدا ومئات الجرحى بالرصاص الحي في الطرف الجنوبي لساحة التغيير عقب الانتهاء من أداء صلاة الجمعة. وفي 12 من مارس أصيب حوالي 1000 شخص بالغازات السامة جراء محاولة اقتحام الساحة من قبل قوات الأمن المركزي. ويعتبر شهر مارس نقطة تحول في مسار الثورة، فعلى خلفية مجزرة الكرامة أعلن الكثير من المسؤولين والمشايخ والسفراء والدبلوماسيين والقادة العسكريين الانضمام إلى الثورة السلمية، منهم اللواء الركن علي محسن والفرقة الأولى مدرع التي يقودها، إضافة إلى العديد من الألوية والآلاف من أفراد وضباط الوحدات العسكرية المختلفة. ما يميز شهر إبريل هو صدور المبادرة الخليجية وقبول المشترك لها ورفضها من قبل صالح. تواصل المسيرة السلمية في إبريل وسقوط العشرات من الشهداء ومئات الجرحى في صنعاء والمدن اليمنية المختلفة، منها مدينة تعز والحديدة وعدن ودمار والمكلا وحجة ورداع والبيضاء وأبين ومأرب وشبوة وإب وصعدة وعمران. الاعتداء على العديد من المسيرات السلمية واقتحام ساحة الحرية بتعز في 30 من مايو، وهي الجريمة التي خلفت أكثر من 100 شهيد وتدمير المستشفى الميداني والمستشفيات المجاورة واختطاف الجرحى في محاولة لإخفاء الجريمة، قصف الحصبة بالمدفعية والصواريخ وتدمير العديد من المنازل والأحياء السكنية، وأدى القصف إلى نزوح جماعات للسكان من المنطقة. في 3 من يوليو وقعت حادثة الرئاسة وغادر صالح بعدها البلاد إلى السعودية. رفض صالح إجراء تحقيق دولي بشأن الحادثة. مراقبون أرجعوا رفض صالح للتحقيق الدولي إلى خشيته من كشف ملابسات الحادثة افتعلها بشكل يحرمه من اللعب بهذه الورقة. حصار خانق على سكان العاصمة ومختلف أرجاء البلاد في الكهرباء والوقود والمواد الغذائية. ارتفاع حدة العدوان على أرحب وتواصل المسيرات والفعاليات الثورية في الساحات واستمرار الاعتداءات عليها من قبل الحرس والأمن العائلي والميليشيات التابعة للنظام آنذاك. توافق شهر أغسطس مع شهر رمضان المبارك الذي زاد من نشاط الثوار في الساحات، واستمرت قوات صالح في قصف أرحب وتعز وغيرها. دخلت الثورة مرحلة التصعيد الثوري. أبرز أحداث سبتمبر هو مجزرة كنتاكي التي تواصلت لأيام وراح ضحيتها أكثر من 100 شهيد. وفي 18 من سبتمبر تجاوزت مسيرة جولة كنتاكي، حيث تتمركز ميليشيات صالح وحصول أبشع مجزرة بحق شباب الثورة. ميليشيات صالح تستخدم قذائف الRPG في قتل شباب الثورة السلمية والاعتداء على منازل السكان والمارة في شارع هايل. سقوط الطفل أنس السعيدي ذو 10 أشهر شهيدا بإطلاق رصاص من قبل القناصة عليه في سيارة والده. 21 من أكتوبر صدور قرار مجلس الأمن رقم 2014. القرار أدان استخدام صالح وميليشياته للعنف ضد المتظاهرين السلميين ودعاه للتوقيف الفوري على المبادرة الخليجية. تواصل العنف ضد المسيرات السلمية. 15 و16 من أكتوبر مسيرات عصر تم الاعتداء عليها مخلفة شهداء وجرحى.
الثامن عشر مسيرة القاع حدثت أبشع المجازر، وتم قتل العديد ومحاصرة المئات من المتظاهرين واختطافهم. بعد ستة أشهر من مماطلة صالح وضيق المجتمع الدولي وتهديده بإصدار عقوبات بحقه، وجد صالح نفسه مجبرا على توقيع المبادرة في 23 نوفمبر. الثوار أعلنوا أن هذا التوقيع لا يعنيهم. الإعلان عن تشكيل حكومة توافقية من اللقاء المشترك والمؤتمر واستياء واسع للثوار وتعهد منهم بإزالة جميع المتورطين بجرائم القتل من مناصبهم، إضافة إلى تواصل المسيرات والزخم الثوري لاستكمال باقي أهداف الثورة. مسيرة الحياة التي انطلقت من تعز أواخر ديسمبر إلى العاصمة صنعاء للآلاف اعتبرها مراقبون ميلاد جديد لثورة الشعب السلمية. تشير تقديرات إلى أن الشهداء من الثوار والمدنيين في الساحات أو في المسيرات أو بسبب القصف الذي طال المنازل في صنعاء وتعز وعدن والحديدة وأبين وإب وحضرموت وغيرها يقدر ما بين 1300 شهيد إلى 1500 شهيد، منهم العشرات من النساء والمئات من الأطفال، بينما وصل عدد الجرحى نحو 30,000 شخص، بعضهم أصيب بإعاقة دائمة. عام مواجهة التحديات والانتصار، يتوقع أن يكون عام 2012 عام مواجهة التحديات والانتصار على العوائق. أهداف الثورة وتقديم القتلة للعدالة وتحرير الجيش والأمن من سطوة العائلة. وهناك تحديات كتقديم الخدمات للمواطنين كالكهرباء والوقود وتحسين الوضع الاقتصادي وإعادة الإعمار.